أنا لست متحدثا باسم الحراك ولست من هذه التركيبة التي قد يتحدث عنها الحراك. هل يوجد متحدث باسم هؤلاء؟ خليني أسألك، خليني أقول لك، لم يحدث في تاريخ الجزائريين، لم يحدث في تاريخ الجزائر أن توحد الجزائريون على قضية مركزية وتخلوا عن مطالبهم الهويتية. أوكي. بالنسبة للأمازيغ والعصبية والقبائلية لحظة، ما معنى توحد؟ معنى الشعب الجزائري لحظة، هل المطالب والمطالب أنت كي تقول لي توحد الشعب الجزائري كأنك تلمس الشعب الجزائري. من توحد عثمان؟ الشعب أم قيادة الحزبية التي كانت مجتمعة في مازافرون واحد ومازافرون اثنين ولم تصل أي شيء؟ أنا خليك ملك توحد يعني إيه باختصار؟ من هؤلاء الذين هم في الشارع الآن؟ تخلوا عن مطالبهم المجتمعية. من هم؟ جزائريين من هم؟ من أين جاءوا؟ من أين جاءوا؟ حتى لا نقول أن من أصدروا بيان اليوم يتحدثون باسم هؤلاء. لا 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 لا. هل يتحدثون باسمهم؟ لا يتحدثون باسمهم. أوكي. هؤلاء أحزاب سياسية لديهم هذه الأحزاب كل حزب. ركبت الموجة. لدي هؤلاء أحزاب جزائرية من حقها أن من والحدث الحوار الحدث في المسيرات هو حدث مركزي الحزب. دوره أنه يعطي موقف يدعم ولا يعارض. طبيعي جدا أحمد، أنت حبيت هذه الأحزاب المعارضة تقول لا ما شفناش. أنت حبيت هذه الأحزاب المعارضة تقول كيما بعض كيما أحزاب الشرطة باللي هذه المسيرات خرجت تطالب بالإصلاحات. حبيت الحزب تاع أي حزب المعارضة أو أي قوى حي، مش غير أو قوى حي، أي عاقل يقول باللي المسيرات هذه خرجت تطالب بالإصلاحات كيما نشوف البيان تاع جبهة التحرير الوطني بأن خرجوا يطالبوا بالإصلاحات والتغيير. أنت سمعت أحمد بأنه الجزائريين طالبوا بالإصلاحات؟ اسمعين، أنت سمعت الجزائريين طالبوا بالإصلاحات؟ سمعت أنت الجزائريين طالبوا بالإصلاحات؟ طالبوا بتغيير النظام. ما طالبوش بتغيير النظام. طالبوا بتغيير النظام. هذا تزوير حتى نتقدم في النقاش. عثمان، لويزا حنون زعيمة حزب العمال في أكثر من تسجيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت بصريح العبارة إسقاط النظام مطلب الجماهير التي نزلت للشارع. هل تؤيد هذا الطرح؟ أؤيد أي طرح؟ إسقاط النظام؟ الذي نعم. تتكلم عنه لويزا حنون. إسقاط النظام مفهوم فلسفي غلط. وهذا المفهوم الفلسفي الغلط هو نفس المفهوم اللي يحكي عليه الأخ عمار أنه نغير النظام ونسقط النظام. إسقاط النظام معناها الدخول في الفوضى. دخل في الفوضى. الجماهير لا تطالب بإسقاط النظام. في أي خانة تضع تصريحات مثل هذه؟ في أي خانة الآن تضع هذه التصريحات؟ مثلاً إسقاط النظام. أنا هذا الوزير حنون. معليش، سقف مطالب الحراك الشعبي. هو أن لا يذهب الرئيس إلى ولاية رئاسية. ولاية خالصة. من بعد. عندنا دستور أحمد. رانا في دولة عندنا دستور. طيب. رانا في دولة عندنا دستور. معليش. والدستور في مواد. بوتفليقة تمنعهم من الترشح. لا اسمح لا 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 لا